السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناتنا ديال الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. ولكن قبل ما تفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشارك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عندي الحساب الرسمي عبر الفيسبوك والانستغرام، وهادو بجوج غتلقاهم من تحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. ونبداو اخوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركه الله. حسم نادي نهضه شبركان صفقه التعاقد مع الظهير الايمن عبد الالهام دكور قادما من فريق الرجاء العالمي، وذلك في اطار التعزيزات التي يقوم بها فريق البركاني على مستوى تركيبته البشريه استعدادا للموسم القادم. ووقع عبد الالهام دكور على عقد يمتد لثلاث مواسم رفقه حامل لقب كاس العرش في اخر موسمين، والذي سيشارك في مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه الموسم المقدم. قال عمرو ورده الوافد الجديد على فريق الرجاء الرياضي انه فضل الانضمام الى الفريق الاخضر على حساب عروض وردت اليه من اسبانيا وتركيا، لافتا الى انه لم يتحدث في اي امور ماليه مع رئيس النادي محمد بودريقه، وفضل رغبته في تمثيل فريق الرجاء العالمي. وأوضح اللاعب المصري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بالقول: كانت لدي عروض كثيرة في تركيا وإسبانيا، لكن تحدث معي رئيس النادي محمد بودريقة، لم أفكر في أي شيء آخر، قلت له بأن الرجاء من أكبر الفرق على المستوى الإفريقي ولديه جمهور عظيم، لذلك وافقت مباشرة. وأضاف: حتى المبلغ المالي للعقد لم أتحدث فيه، قلت للرئيس بأن يفعل ما يريد في هذا الجانب، لأن الأساس بالنسبة لي هو التوقيع على عروض مميزة ومساعدة فريق الرجاء العالمي على العودة إلى طريق الألقاب والتتويجات وإسعاد جماهيره العريضة. وكان عمرو وردة البالغ من العمر 29 سنة قد التحق بفريق الرجاء العالمي بموجب عقد يمتد لموسمين عقب مغادرته صفوف أبولون ليماسول القبرصي الذي جاوره في الشطر الثاني من الموسم الفارط. أصدر اللاعب عبد الإلهام دكور رسالة الوداع وجهها إلى مكونات نادي الرجاء العالمي بعدما غادر صفوف الفريق في اتجاه نهضة شبركان ضمن الميركاتو الصيفي الحالي في انتظار ترسيم الصفقة من طرف النادي البرتقالي. ونشر الظهير الأيمن تدوين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، قال فيها: كل مغامرة لها نهاية، لكن حب الرجاء سيظل مستمرا في نفسي إلى الأبد. بشكل رسمي أغادر النادي الذي كبرت فيه وحظيت فيه بتكوين جعلني الشخص الحالي. رغم مراحل الصعود والهبوط طيلة هذه السنوات، لكنني سأحتفظ في قلبي بحب جماهير الرجوية التي أكن لها احتراما بالغا. أوجه الشكر لكل المدربين الذين أشرفوا علي من الفئات الصغرى السنية والمسؤولين والأطقم التقنية والطبية. المجال الآن لمغامرة جديدة بأهداف جديدة في واحد من أفضل الأندية على المستوى الوطني والقاري، لقد أصبحت بركانيا، يستطرد مذكور. وهنا خوتي الرجاويين خوتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا السهل، وإلا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش أنك تدوز عندي الحساب الرسمي عبر الفيسبوك والانستغرام، وهادو بجوج غتلقاهم لتحت في الديسكريبشن. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعاية الله وحفظه، وديما رجاء وتعيش الرجاء.